نبقى في إسرائيل. أعلنت وزارة الصحة أن عدد المرضى بفيروس كورونا يقترب من حاجز 16,000 حالة ووفاة 219 حالة. وفي سياق متصل وضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة، مددت اللجنة البرلمانية مفعول أنظمة الطوارئ بخمسة أيام وسمحت باستمرار تعقب مرضى كورونا ومخالطيهم عبر أجهزة الهواتف. حول آخر التطورات والمستجدات حول فيروس كورونا في إسرائيل، تنضم إلينا من مدينة تل أبيب مراسلتنا أصالة زريقي. مرحبا بك أصالة، ما هي آخر التطورات وأيضا الإجراءات؟ وأنت أيضا تتواجدين في مظاهرة في مدينة تل أبيب، ما هي هذه المظاهرة؟ نعم أدهم، إذن بداية، عدد الإصابات في إسرائيل بفيروس كورونا قد ارتفع ليصل ل 15,870 إصابة. هنالك أيضا ارتفاع بحالات الوفيات ليصل ل 219 حالة وفاة. أما بالنسبة للحالات التي صنفت للإصابات التي صنفت بالخطيرة فإن الأعداد ما زالت مستقرة. إذن تفشي فيروس كورونا في إسرائيل أصبح بوتيرة أقل مما كان عليه سابقا، لذلك نرى بأن إسرائيل مستمرة في إجراءاتها في استراتيجية الخروج من القيود التي كانت مفروضة سابقا. هنالك توجه حتى الآن بالنسبة لفتح لمحلات تجارية ومرافق اقتصادية وأيضا للمدارس ابتداء من يوم الأحد، لكن هنالك أيضا جدل بالنسبة لهذا الأمر، خاصة عند الحديث عن فتح للمدارس وخاصة أيضا في المجتمع العربي، وذلك بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا في هذه المناطق وأيضا بسبب عدم جاهزية المدارس لهذا الوضع أو لخطة الطوارئ التي تضعها الحكومة الإسرائيلية. إذن أدهم، أتواجد الآن أيضا في أحد المظاهرات التي تم الدعوة لها وهي للعمال المستقلين في إسرائيل، حيث يتظاهرون ضد الإجراءات التي تم اتباعها والتي اعتبروها بأنها الأكثر ضررا عليهم، خاصة وأنهم يقولون بأن بالنسبة للمنحة التي تعطيها الدولة هي ليست ملائمة، والأمر الذي المتحيز أكثر للموظفين من المستقلين في إسرائيل. المظاهرة هنا في مدينة تل أبيب ستبدأ خلال ساعات، والتي قام فيها عدد من اللجان أو خطط لها عدد من اللجان، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، إن كان باتباع التعليمات الوقائية الخاصة بالابتعاد الاجتماعي أيضا ومن استعمال للأدوات الوقائية من تفشي فيروس كورونا. نعم، هذا عن الأوضاع الاقتصادية. يعني أصالة، هناك حديث عن ارتفاع بنسبة البطالة وأيضا رغم تخفيف القيود، إلا أن الأوضاع الاقتصادية صعبة، هناك من يقول. نعم أدهم، إذن هذا ما يتظاهر بالنسبة له العمال، إن كان الموظفين أو المستقلين، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل حتى الآن. وبهذا تقوم الحكومة الإسرائيلية بإجراءات الفتح أو استراتيجية الخروج بسبب لإرجاع الأوضاع قليلا ليتحسن بما فيه إن كان من المجتمع، ولكن المخاوف ما زالت متواجدة من تفشي الفيروس في المجتمع هنا. نعم، نكتفي بهذا. مراسلتنا أصالة زريقة حدثتنا من مدينة تل أبيب، شكرا جزيلا لك.